مساء الخير عليك زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي وجمهور قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اكدت قلت امير، الاستعدادات الاخيره لفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله نتمناها مباراه في غايه الاهميه غدا، نتمناها تكون في صالح النادي الاهلي، نقاط واداء وحضور جماهير. يمكن كل اجتهد واشتغل بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه، سواء على المستوى الفني، المستوى الاداري، مستوى كمان وصل الدعم والمسانده الكبيره جدا زي ما اكدنا وقلنا كابتن محمود الخطيب، كل الرموز وكل نجوم النادي الاهلي السابقين اللي حاسين باهميه هذه المباراه بيتواجدوا بيساندوا، بيكون في اتصالات مع لعيبه النادي الاهلي. النهارده كمان يعني كان متواجد عدد من نجوم النادي الاهلي السابقين للمؤازره والمسانده. ان شاء الله باذن الله امير بنتمناها تكون مباراه الغد من صالح النادي الاهلي، والجمهور امير اكيد انت هتكلم عليه والكل ان شاء الله منتظر جمهور النادي الاهلي غدا، هو ده اللي هيكون السند الحقيقي والسبب الحقيقي ان شاء الله لفوز فريق النادي الاهلي غدا على النجم الساحلي. يعني مباراه البلاتينيوم والهلال طبعا يعني اكيد طبعا نادي الهلال فاز بنتيجه 1-0، المباراه مش هنقدر نقول صعبت على قد ما هي ان شاء الله تكون كل الظروف مهيئه لينا غدا في مباراه الغد. ارجع معاك يا امير للتدريب اليوم، التدريب كان الساعه 4 عصرا لكن اتاخر شويه، بدا اللعيبه التدريب 4:30 في ملعب مختار التتش كالعاده، 15 دقيقه للخاصه بلوائح الكاف لحضور وسائل الاعلام بالكامل، اهتمام كبير جدا من كل وسائل الاعلام اكيد النهارده اللي كانت حاضره هذه المباراه. النهارده التدريب يعني نقدر نقول بعد المحاضره الجمل الفنيه البسيطه جدا طبعا، لان انت عارف كل الصحفيين متواجدين وكل الكاميرات متواجده، فكان في تدريبات بسيطه جدا للاعبي النادي الاهلي، تدريبات بدنيه وتدريبات كره يعني خفيفه جدا، لكن اكيد مع الغلق طبعا للمران هيبدا اكيد مستر فايلر في الوضع اللمسات الاخيره للتكتيك، الوجبات، المهام الدفاعيه والمهام الهجوميه للاعبي النادي الاهلي. لكن بطمنك امير الحمد لله الحاله المعنويه اللي احنا شايفينها للاعبين، التركيز الشديد اللي احنا شايفينه ولامسينه في كل لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله يترجم غدا في مباراه الغد الاهلي والنجم الساحلي. انا معاك يا امير لو في اي استفسارات كمان. طيب عايز اطمن بشكل اكبر عن الحاله المعنويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وهل كان في اهتمام بمباراه الهلال وبلاتينيوم، ولا كان التركيز كله منصب على تدريبات اليوم والتفكير كل التفكير في مباراه الغد يا كريم؟ لو بتكلم امير معاك في البدايه عن الحاله المعنويه لعيبه النادي الاهلي، اقدر اقول لك الكل عارف اهميه هذه المباراه، التركيز الكبير والشديد اللي احنا شايفينه مع اللاعبين، على طول بنشوف اللعيبه بتتكلم مع بعض، يعني بنكون على قرب انت عارف يا امير من بعض اللعيبه، الكل بيتكلم عن هذه المباراه، الكل بياكد على ان شاء الله تكون المباراه من نصيبنا غدا. الجمهور كمان يا امير، ودي النقطه الكبيره اللي انا باكد عليها، لان اللعيبه بشكل مستمر يعني كنا بنطمع ان يكون اكثر من 10,000 متواجدين في مباراه الغد، لكن طبعا اكيد يعني الكل بيلتزم بتعليمات الامن، وباذن الله ال 10,000 اللي يكونوا متواجدين يكونوا بعدد كبير، صوتهم يكون هو الدعم والسند الحقيقي للنادي الاهلي. المجهود الكبير اكيد اللي بذل من العميد محمد مرجان والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره لزياده العدد، واتصالات كانت مكثفه خلال ال 24 ساعه الماضيه لزياده العدد، لكن خلاص يعني نقدر نقول تم حسم الامر ان شاء الله باذن الله. ال 10,000 التذاكر انت عارف يا امير يعني مجرد نزولها نقدر نقول في ساعه بالظبط انتهت التذاكر على المواقع الالكترونيه طبعا، او نقدر نقول على الحجز الالكتروني، لكن ان شاء الله باذن الله تكون كل الظروف مهيئه لينا بالنسبه لمباراه الغد. النقطه الثانيه وهي مباراه الهلال وبلاتينيوم، انت عارف التوقيت كان في نفس توقيت المباراه توقيت التدريب، لكن الكل اللي خارج بقى طبعا التدريب كان بيتابع لحظه بلحظه، يعني لعيبه برده بيبقى في ذهنها هذه الامور، لكن انت عارف مش هنقدر يبقى في صله يعني انت تقدر حد من اللعيبه يسال او كده، لكن الحاله اللي احنا بنقول عليها كل اعضاء النادي الاهلي وكل الناس المتواجده كانت مهتمه بشكل كبير وبتتابع لحظه بلحظه مباراه الهلال وبلاتينيوم، لكن النادي الاهلي معودنا ان هو بيركز في مباراته وما بيبصش لاي حسابات اخرى. احنا كنا بنتمنى طبعا كخارج المستطيل الاخضر، يعني احنا مش لعيبه طبعا في الفرقه، كنا بنتمنى ان المباراه تحسم من بلاتينيوم، لان غدا يكون الحمل اهدى شويه على النادي الاهلي، لكن خلاص مع الظروف دي كلها ومع انتهاء المباراه بفوز نادي الهلال ان شاء الله باذن الله الفوز بكره هو الرساله الوحيده وهو الهدف الوحيد للنادي الاهلي. التشكيل الامور كلها باذن الله لمستر فايلر اللي بنتمنى وبندعي يكون موفق غدا في اختيار التشكيله الامثل لفريق النادي الاهلي، باذن الله يكون 11 راجل في الملعب، وباذن الله ان شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. اخيرا يا كريم عايز اطمن على جاهزيه اليو باجي لاعب النادي الاهلي الجديد، انت طبعا بتتابع المران كل يوم، عايز اعرف هل هو جاهز بدنيا وفنيا لخوض هذا اللقاء ولا لا؟ لو بتكلم معاك طبعا على اليو باجي، يمكن نقدر نقول مستر ريني فايلر المدير الفني مركز معاه بشكل كبير جدا، بيحاول ان على طول بشكل مستمر يكون في دعم ليه، والراجل بيأهله نفسيا بشكل كبير. منتظرين طبعا القائمه اللي خاصه بالمباراه عقب انتهاء المران، وبواضع يعني بشكل كبير جدا مع الحاله اللي احنا شايفينها ومع تركيزه الكبير ومع التصميم اللي احنا شايفينه في ارضيه الملعب، ان شاء الله يكون متواجد في القائمه وباذن الله يكون ليه دور في المباراه. بنامل اكيد كلنا ان احنا نشوف انطلاقه قويه للنادي الاهلي،
اليو باجيو يكون في التشكيله الاساسيه من البدايه، لكن انت عارف لها حسابات خاصه، ممكن المباراه مستر فايلر يقسمها اكتر من مرحله، ممكن نشوف مروان، ممكن نشوف اجاي في البدايه، لكن اليو باجيو جاهز من الناحيه الفنيه، جاهز من الناحيه البدنيه، وايضا كمان معنوياته مرتفعه بشكل كبير جدا من الجلسات المستمره من مستر ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ. وان شاء الله امير زي ما اكدت وقلت الراجل مميز جدا في الكروسات في الفينش، عنده حضور ويعني بس ينسجم مع اللعيبه بشكل كبير، وشخصيه النادي الاهلي توصل له ان شاء الله باذن الله، نستفيد منه بشكل كبير جدا، وهو ايضا كمان يقدر يصنع مجد كبير جدا ليه داخل النادي الاهلي، بغض النظر على اللي هيشارك بكره امير ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في الجميع، الكل يكون متواجد، الكل يكون في الميعاد، وباذن الله امير نبارك لك بكره ونبارك لكل جمهور النادي الاهلي، وتبقى فرحه كبيره نص فرحه كده ان شاء الله لغايه مباراه الهلال السوداني باذن الله. ان شاء الله يا كريم. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، واللي طمنا بشكل كبير جدا على استعدادات